دكتور سراج، برضو عايز اقول لحضرتك ان انتوا فتحتوا، او مجلس اداره النادي الاهلي فتح السكه او فتح المجال لكل انديه مصر، لكل انديه مصر ال 17 نادي اللي موجودين في الدوري الممتاز وبقيه الانديه اللي موجوده في الدرجه الثانيه، ان يكون هناك خلال الفتره اللي جايه جمهور وبعدد كبير جدا من المواطنين او المشجعين اللي بيحبوا فرقهم ان هم يخشوا. وغالبا اعتقد ان ده هيبدا ان شاء الله بمباراه الاهلي وبيراميدز في النهائي، اللي سمعنا اخبار ان من الممكن ان يكون هناك 50,000 متفرج في هذه المباراه، او طلب ان يكون هناك 50,000 متفرج في هذه المباراه، مباراه نهائي كاس مصر ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز. هل في اخبار نقدر نتكلم فيها في هذا الامر ولا لسه؟ طبعا بالنسبه للشق الاول، يعني الالتزام طبعا زي ما حضرتك قلت، احنا بنتمنى، يعني احنا الهدف الكبير زي ما قلنا هو عوده الجمهور، يعني احنا ده الهدف الاكبر. نعم، احنا بنحاول نشتغل خطوه بخطوه، يعني الحمد لله احنا مبسوطين وفرحانين ان الخطوه الاولى تمت بنجاح، عشان احنا كنا حتى قبل الماتش بنعمل فيديوهات وبنقول ان فرصتنا في ايدينا، وهاشتاج فرصتنا في ايدينا، ان احنا عايزين الفرصه دي نبني عليها. فالحمد لله عدت ومشيت على خير، فعايزين نبني عليها للي جاي. اعتقد ده هيبقى مفيد مش بس للنادي الاهلي، يعني هو مفيد لكل المنتخبات الوطنيه. الجمهور هو اهم عنصر في اللعبه، اهم عنصر في كره القدم. وحضرتك لعيب كوره، كنت بتلعب في النادي الاهلي وفي المنتخبات، ومر عليك كل الكلام ده، وانت حاسس كده كابتن اسلام معنى ان انت تلعب بجمهور ومن غير جمهور. فدي بتفرق جدا اكيد معاكوا كلاعيبه كوره، في الروح، في رفع المعنويات. فدي يعني مش بس تفيد النادي الاهلي، هتفيد كل المنتخبات الوطنيه، هتفيد كل الانديه الجماهيريه كمان، هتفيد صناعه كره القدم نفسها بتعاني. صحيح. فدي بالعكس، احنا نتمنى ان الجماهير ترجع لكل الانديه. احنا مش بس بنقول النادي الاهلي، كل الانديه، لان ده هيبقى نجاح للرياضه والكره المصريه في النهايه. بالنسبه طبعا لمباراه بيراميدز، لسه ما جالناش حاجه رسمي اقدر اقول او اصرح بيها، يعني في النهايه لما يجي حاجه اكيد هيبقى في اجتماعات وتنسيق برضو من خلال بقى دكتور سعد شلبي، هو اللي يقدر يرد ويتكلم في جزئيه زي دي. حتى الان لسه ما فيش تاكيدات جات لنا في حاجه. يعني كل الاخبار اللي كانت او اللي جايه في هذا الامر انه 25,000 للنادي الاهلي و25,000 لبيراميدز، 25,000 تذكره يعني للنادي الاهلي و25,000 تذكره لبيراميدز، وبالتالي يعني دي الاخبار يا دكتور سراج. لا لسه ما فيش يعني لسه لم حاجه جات لنا نقدر نتكلم فيها رسمي، بس اول ما هتيجي اكيد طبعا دكتور سعد شلبي هو نوط انه يتكلم في امور زي كده. اظن بعد اللقاء امبارح ده بقلب جامد نقدر نقول دلوقتي ان طبيعي يحضر 50,000 متفرج في كل ماتش. يعني احنا يعني نتمنى كل مباراه تبقى بالساعه الكامله، يعني ده تمنياتنا، واحنا مدين ايدينا بالتعاون مع كل الجهات، وده كان طبعا كلامنا معاهم دايما. والحقيقه هم الناس مش متاخره، يعني الناس هدفها برضه ده، يعني هم مش ضد عوده الجمهور، بس هم طبعا كان بسبب مشاكل كتير اللي حصلت السنين اللي فاتت، فبيبقى الموضوع ليه ضوابط معينه، والحمد لله اعتقد ان هي ماشيه بشكل كويس. ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه نجد دائما جمهور النادي الاهلي متواجد في الاستاد بعدد كامل.